إبراهيم يونس سليمان، 20 عام، رسام متخصص في فن الرقمي. كانت بدايتي في الرسم عمري 5 سنين بسبب قدرتي الرديئة على الرسم. كنت نرسم أشكال غير مفهومة، اللي يشوفها يلقاها غير مفهومة، لكن هي عندي نافع لها قصة، فهذا الشيء ضايقني، فحاولت إني نسقل مهارتي باش نوري الصورة اللي في داخل باش تطلع للبر. فهيك بعد فترة سيبت الرسم، فوليت هيك جو 2017 خشيت على الجرافيك ديزايننج. من الجرافيك ديزايننج يعني الأشكال اللي كنت ندير فيها أكثر هندسية، فحاولت إني خلاها أكثر واقعية، فسقلت مهارتي في الشيء هو، وحاليا بادي في الرسم الرقمي. حاليا نشتغل في قسم البرامج في مركز إيضاح، وماسك جميع المنصات على السوشيال ميديا. عندي حلمين هم، الأول يعني إن نكون متمكن من البرمجة، من المهارات اللي نكسبها من البرمجة، يعني نطورها في الفن الإلكتروني هذا، الفن الرقمي، يعني نبتكر حاجة فيش حد دار يعني بالفن. والشيء الثاني نكون يعني هذا كل رسام يعني يعرف أن يكون مشهور بالفن متاعه والأسلوب الخاص به بمستوى واسع، يعني أو محلي أو عالمي.